أحبائي وكل من يتابعني، أهلا بكم معي في طبق كانت طلبته لي إنسانة رائعة أحبها، يعني نحبها بزاف. قالت لي الشريفة ديرنا طبق نتاع دجاج. إذن اليوم حاولت وصفة بسيطة باش ما نصعبش الأمور لا عليا لا عليكم. اخترت لكم وصفة البلغور بالدجاج. الإشارة هذا البلغور عندنا في الجزائر، احنا كنقولوا لها تشيشة مفلقة، مي غوفيزيتي درتها اما فاسون. جيسبر كسي اون روسيت، اتمنى ان الوصفة غادي تعجبكم، اتمنى لهذا الايمان ان هذه الوصفة تاني كمان تعجبها. اي بي تابعوا معي المقادير لهذه الوصفة. عزيزتي حطيت جوج مغارف نتاع 2 معالق نتاع السمنة مع 2 معالق نتاع زيت. عندي ليمون مصير قطعته مربعات، عندي دجاج البلغور كما تشو شاهدين، قزبر، عندي بهارات اللي هي كمون، بزار، عود نتاع قرفة. اول حاجه دوتفاسون غادي تشوفي معايا المقادير وانا نحضر في الوصفه. اول حاجه سخنت السمن مع الزيت، حطيت عليهم البصل اللي كنت حطتها اللي كنت مقطعتها بهذا الشكل. اذا اول شيء سخنت الزيت مع السمنه وحطيت عليها بصل. يا ايمان تابعيني معليش، هي وصفة كانت مطلوبة خصيص، إذا تعاملت خصيص لهذا الإنسان العزيز عليا. حطيت عليها الدجاج اللي كنت منقياته، وحط عليه شوية نتاع الليم، يعني نقيته باش نحي منه كامل ديك الريحة تاع الدجاج اللي كتكون شوية خايبة. حمرت شوية الدجاج مع البصل. بعد ما البصل دبل ضفت عليها الدجاج. من بعد حطيت البهار تاعي، عندي ثوم، عندي بزار، ملح، زنجبيل، ثوم مفروم، كمون، فوالا ضفتهم، ليمون مصير، ليمون مخلل ليمون مقطعته مربعات صغيرة. على فكرة الليمون مع الدجاج كيجي رائع، مذاقه كيجي لذيذ جدا. عود نتاع قرفة، ان كوب نتاع دجاج يعطي مذاق زوين للدجاج، وحبة زعفران ضروري حتى العين كتاكل كيعطي واحد اللون زوين حتى هو ملون طبيعي فقط. وضفت لتر نتاع ماء. بعد ما حمرت داك الدجاج، يعني جلي في كوميم غوفونيغ داك الدجاج، قلبته مع البصله. ومن بعد من حسيتو بلي شويه زعما معليش لا ما تحمرش، على خاطرش غادي تتابعي معايا الوصفه علاش ما حمرتهاش مليح في الطنجره. دونك لتر، وحطيت بوكي نتاع قزبر في جنب القدر، يعني قزبره باقه خليتها مجموعه مجبوره حطيتها في الجنب. يا ايمان اي سؤال اساليني انا هنا، يعني ما فيش مشكله على الخاصة وعلى تعليقات مفيش مشكل. ونغطي البلغور نتاعي. انا هنا راه عندي واحد 500 غرام، عينك ميزانك وعلى حساب نتوما شحال. انا هنا درت على حساب نتاع 4 نتاع الاشخاص وانتي والعائلة الكريمة. اذا البلغور نتاعي درتها في كسكاس ولا في غربال عفوا، وغسلته مليح. بعد ما الدجاج نتاعي نص طياب نصف طهي، نحيته وحطيته في مول اللي كنت حط عليه زبدة. هذا الطبق يدخل للفرن، حطيت عليه زبدة وفوالا كما تشاهدين الدجاج كان نصف طيابة. نعاود نأكد لك عزيزتي، الدجاج نصف طهي مش طهي تمام، نصف طهي. فوالا، وخديت شويه نتاع الزبده، القليل من الزبده، الدجاج عاد هكاك سخون وحطيتها هكا على الدجاج كما تشاهدين. وصفه بسيطه على فكره، يعني هي بسيطه وفي الغالب مانيش نعلمكم الطبخ، هذه امور كل انا العلاقين الكل يعرف يطبخ، غير واش هي تزيد دي افكار
نتقاسمها، هذا هو الهدف تاع القناه، اني اتقاسمها معكم. حطيت الدجاج نتاعي الفرن، كنت مسخناته على 200 درجه، حطيته في الفرن. البلغور نتاعي ضفته على ديك الصلصه اللي طاب فيها الدجاج، بعد ما نحيت الدجاج من القدر حطيت البلغور نتاعي اللي كنت شللته فوالا، ونشفته مليح من داك الماء، نشف في الكسكاس، نشف في الغربال عفوا، ضفته على الصلصه. الصلصه نتاعي راني قلت لك انا في الماء راني حطيت لتر، وكانت تقولي واحد بين 400 الى 450 غرام تاع بلغور. هذه تلقاها عند العطار، انا على يقين في الجزائر كاينه، في الشرق يقولوا لها، بلاد المشرق يقولها البلغور، لي تورك يقولوا لي فرونسي يقولوا له البولغور، دي بولغور سي دي بلي، هي قمح مكسور على نصفين. مين تشوفيه بعد 15 دقيقه مين تشوفيه هكاك طفي، راني وريتك باش تلاحظي معايا. ركزي معايا عزيزتي، اي سؤال اساليني في التعليقات. الدجاج نتاعي راه يتحمر في الفرن، حمرته لمده 20 دقيقه، راني مشعله من الفوق ومن التحت وخليته طاب. طفيت، راني وريتك كيفاش طفيت على البلغور نتاعي، اذا شاهدي منين نشف كيفاش يولي الشكل نتاعي، يولي كيما هكا. في الجزائر حنا نقول لها الشيشه مفلقه تجي كيما هكا. الدجاج نتاعي بعد ما خرجت من الفرن كما تشاهدون، نجوزو لمرحلة البغيساج. إذا جيبي طبق كبير اللي كنديرو فيه الطعام، ولا نديرو فيه المردود، ولا نديرو فيه طاجين اللي نحطوه للضياف دونك، ولا اللي نحطوه للعائلة، يعني أقصد زلافة، زلافة كما عندنا في الجزائر. حطي البلغور نتاعك. على فكرة البلغور ميني بات 24 ساعة الغدا منه، المذاق نتاعه كيكون رائع فوق الوصف، خير من اللي تاكليه في نهاره. ميم معليش، وينشف شويه على هكا شويه يزيد يشرب لاصوص. اذا حطيت البلغور نتاعي البولغور، دونك جي مي مون بولغور، اي بار دوسو حطيت الدجاج نتاعي اللي كنت طلعته من الفرن كما تشاهدين عزيزتي. إيمان اللي كانت طلبت لي الوصفة هي من مصر أرض الكنانة، يعني هذا علاش اليوم حاولت نهضر مع بزاف بالعربية باش تفهمني، وأرجو من كل قلبي أن الوصفة تكون وصلتها يعني كما هي تحب. أرجو يا إيمان أن الوصفة كانت سهلة وبسيطة وفهمتيني، وعلى العموم أي سؤال أنا موجودة. حطي شوية ديكور تاع قصبر، ماشي معدنوس، قصبر مع هذه الوصفة يجي لذيذ، يجي زوين. وهذه هي النتيجة، وبالصحة والراحة. أتمنى لكم شهية طيبة، أتمنى أن الوصفة عجبتكم، رجاء جربوها واعطوني رأيكم فيها. تحياتي.